أوصت أن ابنها يعني في بعد وفاتها يحضر يعني غسلها في حضور المغسلة، هل للابن أن يشهد تغسيل أمه شيخ كريم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنبه فقط لأني كنت حضرت يعني وفاة أحد الإخوة، ويعني أحد الناس يعني، وكان قال أهله إنه أوصى بذلك وأوصى بذلك وأوصى بذلك، فقلت كل وصية باطلة هي هدر لا قيمة لها ولا تنفذ. فإذا أوصت، ده على العموم يعني، إذا أوصت المرأة أن يحضر غسلها ابنها فهذه وصية باطلة، لأنه لا يجوز للابن أن يطلع على عورة أمه، ولا يجوز للأم أن تطلع على عورة ابنها. لا للابن ولا الأب لا 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 ولا يجوز، الأخ. لا يجوز، تمام. إنما يجوز للزوج فقط أن يغسل زوجته، ويجوز للزوجة فقط أن تغسل زوجها، أما بخلاف ذلك فلا يجوز للمحارم أن يطلع بعضهم على عورات البعض. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال لأبي هريرة استأذن على أمك، فقال أستأذن على أمي يا رسول الله، فقال عليه أتحب أن الصلاة والسلام. تراها وهي عارية؟ قال لا، قال إذن استأذن عليه. نعم شيخ كريم، اللهم صل وسلم. فالابن لا ينفذ. نعم، هذه نعم وصية باطلة. نعم اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد عليه صلى الصلاة